مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج هو وهن. هنكون معاكم ساعة متواصلة هنتكلم فيها عن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. يعني كل سنة وانتم طيبين، وخليني برضو أرحب وعايد على نرمين وروة. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا ميوي. وانت خير. ازيك يا مروة؟ عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ طبعا في البداية بقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بذكرى 23 يوليو. النهارده يوم مميز جدا في تاريخ مصر، وبرحب طبعا بيكم ان شاء الله. فقراتنا النهارده تعجب حضراتكم. ازيك يا نرمين؟ يا مرموره عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كمان للتاكيد للمره الثالثه كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الذكرى ال72 لثوره 23 يوليو. طبعا برنامجنا هو وهن، وطبعا كالعاده احنا متحيزين جدا للمراه. لا انا بهرج طبعا، احنا في حب نعمل فقرات للمرأة وبنعمل فقرات كمان للرجل، لكن خلينا نتكلم النهاردة عن يعني ثورة 23 يوليو والدور الفعال للمرأة المصرية وقتها، وإيه المكتسبات اللي اكتسبتها المرأة المصرية. الحقيقة بعد ثورة 23 يوليو لغاية وقتنا هذا المرأة في يعني زي ما بنقول بتكتسب كل طبعا. يوم حاجات عن التانية. اكتسبنا كتير جدا، أو المرأة المصرية يعني تحديدا اكتسبت كتير جدا يا مي بعد ثورة 23 يوليو. فإحنا النهاردة هتبقى حلقة خاصة جدا 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 عن دور المرأة وعن المكتسبات اللي اكتسبتها المرأة في بعد ثورة 23 يوليو. طبعا يا نربين أنا بأكد على كلامك، وعايزة أقول لحضراتكم أن ثورة 23 يوليو هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر، والنهاردة بنتكلم بقى عن دور المرأة في الثورة والمكتسبات اللي حصلت عليها المرأة بعد طبعا الثورة. كانت في مجالات كتير الحقيقة، في عدة مجالات زي التعليم وزي السياسة وزي الاقتصاد، وحصلت كمان على حقوق كتير بعد الثورة، أهمها بقى المساواة مع الرجل أو المساواة بالرجل، وفي تعديل لقوانين كتير جدا جدا حصلت عليها المرأة وكانت في صالحها، ومن أهمها عايز أقول لكم قانون العمل، فده طبعا كان في صالح المرأة. طبعا قانون العمل هي كمان اتساوت بالرجل، بقت في الأجازات بتاخد بتتقلد المناصب زيها زي الراجل. فيعني هيبقى إن شاء الله احنا فقراتنا النهاردة كلها عن المرأة. عن المرأة. النهاردة أول فقرة معانا هتكون مع الدكتورة رشا كامل، دكتور الإعلام الإلكتروني والمتخصصة في شؤون المرأة. هتقولنا بقى إزاي وقفت وسندت المرأة ثورة 23 يوليو. كمان في الفقرة الثانية هتنورنا دكتور أسماء أبو زيد، هتقول لنا هي مكتسبات المرأة في الثورة وإيه هي المجالات اللي حققت فيها إنجازات كبيرة وعظيمة. وطبعا في نهاية كل حلقة بتكون فقرة المطبخ، هتكون منورنا فيها الفود بلوجر بسانت مولا. بس خلينا في الأول نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقراتنا الحوارية في هو وهن. النهاردة بنحتفل كلنا بذكرى ال72 للثورة 23 يوليو، وطبعا كلنا عارفين دور الضباط الأحرار في قيام الثورة ومساندات الشعب المصري كمان العظيم. المرأة المصرية كان برضو ليها دور كبير عشان تغيير نظام الحكم، لكن كتير مننا ما يعرفوش إيه هو دور المرأة الحقيقي في الثورة. كان ليها دور كبير جدا جدا ودور فعال، هنعرف النهارده تفاصيل كتير من خلال ضيفتي اللي منوراني. ضيفتي النهارده هي دكتور رشا كامل، دكتور الاعلام الالكتروني والمتخصصه في شؤون المراه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك. اخبارك ايه يا رشا؟ الحمد لله تمام. طبعا كلنا النهارده بنحتفل بذكرى ثوره 23 يوليو، بس في البدايه كده عايزه اعرف منك وضع المراه المصريه ايه قبل ثوره 23 يوليو. شوفي هقول لك على حاجه، المراه وضعها هي اساس كل شيء من ذو القدم. أكيد. من أيام الخديوي إسماعيل، ابنة الخديوي إسماعيل الأميرة فاطمة إسماعيل أول من اهتمت بشؤون المرأة، وهي أول من عملت جمعية أهلية، جامعة أهلية اللي هي حاليا جامعة القاهرة. هي خصصت 6000 فدان لعمل الجمعية الجامعة دي لغاية ما بقت جامعة القاهرة، عشان هي طبيعتها الثورة. ده من قبل أيام الثورة زمان، أيام الخديوي. يعني منذ قديم الأزل أقصد يعني. حجر الأساس لأي حاجة بتكون المرأة. هي كانت معروفة أنها إنسانة معطاءة، وأنها إنسانة دايما خادومة وبتخدم المرأة، وأنها عايزة تثبت دور المرأة. فكانت أول سيدة عملت حاجة أساسية في حياتنا لحد الآن، وسابت بصمة كبيرة جدا. سابت طبعا بصمة أكيد. كبيرة جامعة القاهرة طبعا، أخد بالك. فإحنا يعني ده حاجة منذ قديم الأزل. عندنا بعد كده السيدة هدى شعراوي، السيدة صفية زغلول. فيعني دور المرأة فعال منذ قديم الأزل يعني. طيب نخش بقى على الثورة، وعايز أعرف دور المرأة في ثورة 23 يوليو كان إيه؟
المرأة كان دورها فعال جدا جدا في ثورة 23 يوليو. كان السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية أول من كرم المرأة وعمل لها أسس وأساس راسخ كبير لدور المرأة، أنه هو اهتم بشؤون المرأة وعمل لها قانون المساواة بين الرجل والمرأة. عندنا أول وزيرة كانت السيدة حجمة أبو زيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية كانت المرأة. المساواة أولا كان مهتم جدا بموضوع التعليم، وعايزة أقولك أن موضوع التعليم بدأوا الاهتمام به من أيام ثورة 1919، يعني مش بس ثورة 23 يوليو يعني. بعد كده بدأنا نخش في السيدة راوية عطية. السيدة راوية عطية كانت أول نائبة برلمان. فشوفي دور المرأة من قد إيه كتير جدا وليها وصمات على مدى العصور. نخش بعد كده عندنا أول كانت عضو نائبة برلمان ودكتورة. بعد كده دخلنا في ان احنا بقينا كمان بقى في اكتر من واحده، اكتر من سيده، اللي هي وكيله نقابه الصحفيين بعد الاستاذ فكري اباظه. فدور المراه فعال منذ قديم الازل. جميل جدا. طيب انت ذكرتي سيدات كتير جدا وعلى مدار العصور وعلى مدار السنين، بس انا شايفه ان هم يعني سيدات فاضلات متعلمات ومثقفات. هل المراه المثقفه بس اللي كان ليها دور في الثوره؟ لا حقيقي طبعا. بصي، هي احنا اجدادنا هم اللي ربوا الاجيال اللي بقت عريقه دلوقتي لهم قدر في المجتمع. كانوا سيدات اغلبهم مش متعلمه بسيطه، يعني ممكن الست البسيطه كمان كان يبقى ليها دور فعال برضو في طبعاً الثوره. طبعا العرف والعادات والتقاليد هي اساس المراه، اساسها المراه على فكره. بصي، اي شعب ناجح اساسه مراه اساسا ناجحه. المراه الناجحه هي اساس الاسره السليمه، هي اللي بتنشئ نشأ سليم. وبعدين احنا ما تنسيش ان السيدة صفية زغلول مثلا في لو قبل ثورة 23 يوليو هي اول اللي عملت تجمعات نسائية، نزلوا في الثورة والدنيا كانت كلها تجمعات نسائية، اكتر حشد كان التجمعات النسائية. جينا بعد ثورة 23 يوليو السيدة راوية عطية اول ضابطة مصرية كانت في الجيش وركبت بأم المقاتلين الشهداء. جميل جدا. ابرز القيادات النسائيه اللي كان ليها دور فعال في الثوره؟ السيده راوي عطيه طبعا. طبعا دي من اول السيدات اللي كانت اول ضابطه في الجيش. وكانت بتحتوي جميع المقاتلين وكانت ملقبه بام الشهداء. ذكرتي اسماء كتير جدا جدا ليها بصمات حقيقيه وواضحة وصريحة وفي الكتب وفي التاريخ، بس خليني أقولك إن ليه دور المرأة دايما في ثورة 23 يوليو مش معروف وناس كتير قوي مش ما عندهمش دراية بيه. في ناس كتير في مخيلتها كده، بس الحقيقة غير كده، الواقع غير كده. يعني أول وزيرة مسكت شؤون الاجتماعية والأحوال الشؤون الاجتماعية للمرأة كانت سيدة مصرية في أيام الثورة، السيدة حكمة أبو زيد. عندك الضابطة المصرية اللي أنا قلت حضرتك عليها اللي هي السيدة راوية عطية. السيدة أمينة السعيد اللي هي كانت الصحافة والإعلام. أنا بما إني دكتور إعلام، الإعلام ده هو زي ما بيقولوا كده السلاح الثالث لأي دولة. تمام؟ طيب. فكانت السيدة أمينة السعيد خلفا للسيد فكري أباظة هي كانت أول من مسكت وكيل نقابة الصحفيين. فأنت متخيلة الإعلام اللي هو أساس الدول وأساس ثورات الدول كانت وكيلة نقيبة الصحفيين مرأة. طيب دايما الستات بيكونوا محرك للثورة في التاريخ، يعني لهم وجود كده زي ما انت ذكرتي أسماء سيدات فاضلات في التاريخ. هل هو المحرك الأساسي كان للثورة؟ اي نعم طبعا. السيده صفيه زغلول ده منذ القدم، ايام ما كان جوزها استاذ سعد زغلول طبعا، يعني كان ايامها معتقل. شوفي من قديم الازل اللي احنا كلنا ما نتولد. كانت السيده صفيه زغلول اللي هي ام المصريين. كانت هي اول من كان بتجمع المراه وبتجمع الناس كلها في بيتها، كانت يعني اساس كل حاجه. عندك حتى في ثوره 30 يونيو نفس الكلام، مش كانت مرأة هي الأساس؟ أيوة، نزلنا عملنا تمرد ونزلنا أكيد. كلنا طبعًا. في أي حاجة نجاح الأمم في المرأة على فكرة طبعًا. هو أساس نجاح الأمم ونجاح أي أسرة أكيد. المرأة خلينا نتكلم بقى عن المرأة بعد الثورات. انت شايفة النهاردة المرأة
دورها ايه في المجتمع وشايفاها بأني صوره؟ اوه ده دورها قوي جدا جدا جدا، مكتسبات غير طبيعيه. وزيره ومحافظه، ودلوقتي بقت كمان في القضاء يعني طبعا. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، ان زمان كانت التعليم ايام السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه كان بدات المراه بدورها فعال في التعليم. كان في زمان جامعه الازهر ممنوع المراه تدخل، اصدر قانون وغير في الدستور ان المراه لازم تدخل جوه جامعه الازهر، كان ممنوع على فكره. ده من ضمن المعلومات يعني، شوفي اقول لك ازاي. فاحنا دلوقتي حاليا المناصب وتعدد المناصب والسيدات قضيات وعايز نواد مجلس نواب ومحافظين ووزراء يعني. ما الست البسيطة كانت يعني كتير قوي 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 يعني، احنا عندنا ستات بسيطة كتير والحقيقة عندهم أفكار جميلة وحلوة وعندهم نفسهم طاقة، نفسهم ينزلوا ويعملوا ويعملوا كل حاجة الحقيقة من أيام الثورة، بس كان عندهم دايما حواجز ومش قادرين يعملوا حاجة. قولي لي دور المرأة البسيطة إيه في الثورة؟ ما احنا قلنا في الثورة كانت هي لها دور أساسي، إنها كانت المحرك الأساسي، الأساس حجر الأساس لأي الستات البسيطات اللي في البيت اللي هم مش متعلمين. أنا عايزة أقول لك إن ما لهمش ما عملوش حاجة، دول كانوا يعني عملوا إيه؟ إزاي ده كانوا بيحتووا جميع الناس الثوار يعني. عندك مثلا في بورسعيد في العدوان الثلاثي، عندك في أكتر، كان هم كل اللي بيعمل كل حاجة للسيدات، هم هم الفدائيين، كانوا هم اللي بيتجمعوا عندهم، هم اللي بيوصلوا الأكل والبعض الأدوات للناس والأسرى، وكانوا مساعدين بشكل كبير بشكل كبير. حاجة تانية، احنا عندنا المرأة دورها فعال منذ قديم الأزل. من عندك السيدة سميرة موسى، أول عالمة ذرة سيدة عالمة. طبعا طبعا، فاحنا من زمان يعني دور المرأة لا نقاش فيه. أي دولة عايزة تجتاح العالم تهتم بشؤون المرأة. المساواة اللي حصلت أيام سيد جمال عبد الناصر بين المرأة والرجل كان ليها عامل أساسي لحد الآن. إحنا على هذا النهج، بل بالعكس بقى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اهتم بقى 10 أضعاف جدا المكان. جدا وتمكين جداً المرأة جداً وبقى ليها دور كبير جدا الحقيقة. طيب رشا، قولي لي الدور أو التحديات أو الصعوبات اللي واجهت المرأة في أيام الثورة أو في الثورة. الصعوبات اللي كان في بعض، أولا كان في نسبة لو قلنا قبل ثورة 23 يوليو كان في نسبة ناس كتير جدا فقدناهم من المرأة. أيام صفية زغلول وهدى شعراوي كان في نسبة ناس كتير جدا كانوا قتلى. في الثورة بتاعت اللي هي 23 يوليو كان اعتمادنا الأساسي كان على الجيش، لكن المرأة كانت مساندة. يعني كانوا في مثلا في أسرى وفي جرحى وفي ناس محتاجين مساعدين ودعمات طبعا، لجانب الحافز الإنساني والسياسي لأي حاجة بتبقى وراها برضو المرأة. خلي بالك اما انت يبقى عندك حافز او دافع، حاجه مشجعاكي ان انت تنزلي تعملي بكل قوه يعني بتحسي بالامان طبعا. المراه هي الاحتواء، هي بقى ليها بصمه، دي احساس كبير جدا، انت راضيه عن نفسك وبتعملي حاجه بالزبط. كبيره وليكي دور فعال وبصمه، دي حاجه كبيره جدا. بيقدموا اولادهم وازواجهم للثوره. كلنا كنا كل الحاجات طبعا قبل احنا ما نتولد، بس احنا من خلال الكتب واللي احنا قراناه واللي احنا كده، لا حقيقي حقيقي يعني المراه هي المحرك الاساسي لاي حاجه بجد يعني. عايزاكي بقى تقولي لي الاعلام الالكتروني غير حياه اي ست ازاي؟ ده عايزه اقول لك الاعلام الالكتروني دلوقتي غير حياه الدنيا كلها في حته ثانيه خالص طبعا اكيد الاعلام الالكتروني هو اساس النجاح دلوقتي يعني طبعاً بجد أكيد. بجد يعني، لان في كل حاجه وفي كافه المجالات وفي كل اي معلومه في اي حاجه طبعا بتخش على الانترنت بتجيبي كل حاجه من اي تو زي يعني. عايزه اقول لك الاعلام الالكتروني ده هو الطفره أكيد. لنجاح اي حاجه ولاي مرأة، لتقدم اي مرأة، اي سيده عايزه تتقدم تدخل على الانترنت وتبدا تعمل سيرش وتعرف ايه الجديد. الاعلام الالكتروني ده هو الاساس الطفره والذكاء الاصطناعي كمان طبعا اكيد. رشا انت نورتينا النهارده وكانت فقره نورك. جميله، وان شاء الله تنورينا في فقرات تانية. سي حبيبتي، بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا النهارده الدكتوره رشا كامل المتخصصه في شؤون المراه ودكتوراه في الاعلام الالكتروني. بنشكرك جدا على وجودك معانا. اشكرك، ميرسي جدا، ميرسي. فقره عدت بسرعه قوي واحنا بنتكلم، ان شاء الله تنورينا في فقرات تانية ان شاء الله. ميرسي ميرسي. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم فاصل قصير وهنرجع تاني، خليكم معانا.
خليني أقول لحضراتكم أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول كبيرة جدا في حياة المرأة المصرية، حصلت على مكاسب كتير جدا سواء في الحياة الاجتماعية السياسية الاقتصادية. طبعا بما أن احنا برنامج هو وهن، فحابين نتكلم عن المكتسبات اللي اكتسبتها المرأة المصرية بعد ثورة 23 يوليو. طبعا أكيد ما لقيناش أفضل من دكتور أسماء أبو زيد، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة. يا دكتور أسماء أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، منورانا في هو وهن. شكرا جزيلا. خليني أقول أن الحياة حصلت مكتسبات كبيرة جدا بعد ثورة 23 يوليو، وتم تعيين أول وزيرة وهي كانت أستاذة حكمة أبو زيد، دي كانت أول وزيرة مصرية. فحصل مكاسب كتيرة أو مكتسبات كتيرة من الحياة الاقتصادية، من الحياة الاجتماعية، من الحياة السياسية. حابة نبدأ منين؟ نبدأ من الحياة الاجتماعية ولا من السياسية؟ حابة الأول أهني الشعب المصري بثورة يوليو، وأقول كل عام ومصر آمنة حرة متطورة قوية. أمين يا رب. أحب أشير في البداية أنه من الطبيعي أن احنا نتفق أو نختلف بشأن حقبة ما، لكن من غير المفيد أن احنا ننقسم ما بين حقب مقبولة وحقب مرفوضة، لأن في الأول وفي الآخر كلنا بننتمي لهذه الحقب، والحقب دي بتنتمي لينا. وده بيخلينا ننظر لتاريخنا يعني. وبيخلينا بنبص لتاريخنا على أنه سبب لوحدتنا. أكيد ثورة في العلوم السياسية يعني تحول، تحول كبير في الأنظمة السياسية من خلال تعبئة جماهيرية كبيرة. ثورة 23 يوليو فعلا كانت نقطة تحول جذري في التاريخ المصري، صنعت واقع جديد، جعلت ما قبلها تاريخ لكنها رفضت أن تذهب لسجلات التاريخ. بدليل أن احنا بعد 72 سنة ما زلنا بنحتفل بهذه الثورة لأثارها الملموسة في الواقع المصري. حقيقي. طيب خليني أتكلم عن مكتسبات المرأة من الناحية السياسية. يعني زي ما انا قلت ان احنا كان عندنا اول وزيره، والحقيقه يعني طبعا اكيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بقى شفنا تطور كبير جدا او مكتسبات للمراه تحديدا كتيره جدا في كل المجالات الحقيقه، سياسيه اجتماعيه اقتصاديه. يعني اطلق عام 2017 وسماه عام المراه، فيعني الحقيقه انا مش عارفه احنا عايزين ايه بعد كده. فخلينا نتكلم عن مكتسبات المراه من الناحيه السياسيه بعد ثوره 23 يوليو. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أكتر الرؤساء اللي نصروا المرأة ووقفوا حقيقي جنبها. لكن الغريب في التاريخ المصري وحركة نضال الحركة النسائية اللي بدأت من أوائل القرن الـ18، إن المرأة المصرية لم تحصل على حقها في الترشح أو في الانتخاب إلا من خلال دستور 1956. معقولة رقم يخض؟ بدري جدا يعني. من 68 سنة بس المرأة المصرية بقى من حقها أنها تنتخب في البرلمان أو أنها ترشح نفسها في المجالس النيابية المختلفة. وحكاية الحقوق السياسية أو الاستحقاقات السياسية للمرأة المصرية ممكن نقولها من زاويتين أو روايتين. الحكاية الأولى بتقول أن ظلت المرأة المصرية محرومة من حقوقها السياسية إلى أن جاء دستور 1956، بمعنى ما كانش من حقها لا ترشح نفسها في المجالس النيابية ولا تنتخب من يمثلها. صح. في البرلمان. معقولة؟ إزاي ده؟ المرأة المصرية بنضالها وكفاحها؟ فعلا، لأن دستور 1923 و1930 نص أن جميع المصريين متساويين أمام القانون، لا تفريق بينهم بسبب الأصل. حتى في مجال العمل أعتقد كمان ما كانش فيه بقى ما فيش تفرقة ما بين رجل وامرأة في الأجازات، في الرواتب، في المناصب، في كل حاجة. لأن الدستور وقف عند 1923، وقف عند كلمة الأصل واللغة والدين وحط نقطة. صح. بالتالي ما منعش أن التمييز يكون على أساس الجنس. فكانت قوانين الانتخاب اللي سطرت في ظل هذين الدستورين 1923 و1930 نصت على أن حق الترشح لمجلس النواب يكون للذكور متى بلغوا 21 سنة مصري، ولمجلس الشيوخ لمصري ذكر متى بلغ 25 سنة. وبالتالي المرأة محرومة صراحة في الدستور وفي القوانين من ممارسة حقوقها السياسية. تمام. إلى طب بالنسبة لحق الترشح، حق الترشح الدستور قال مادتين. المادة الأولى بتقول إن أعضاء مجلس النواب يشترط فيهم أن تكون أسمائهم مدرجة بالجداول الانتخابية، اللي هي مدرج فيها مين؟ الذكور المصريين بداية من 21 سنة. طب وعشان تكون عضو في مجلس الشيوخ لازم برضه يكون اسمها مدرج في الجداول الانتخابية، اللي هم مين؟ الذكور المصريين. يعني ده الست كانوا باين عليها والله. أو الست إلها أن جاءت ثورة 23 يوليو ودستور 1956 ونص على إن المصريين جميعا من حقهم أن يباشروا حقوقهم السياسية متى بلغوا 18 سنة، كمان نزل السن فسمح للشباب الأصغر إن هم يمارسوا حقوق السياسية. الرواية الثانية والقصة الثانية بقى لمباشرة الحقوق السياسية للمرأة المصرية، البطلة فيها المرأة. ليه؟
لأن الحكاية التانية بتقول إن في الفترات الانتقالية بعض الثورات بيتم التغاضي عن حقوق النساء. يعني إحنا بنبني دولة فاضيين لحقوق المرأة ومطالبها، عندنا صراع على السلطة، عندنا مصالح قوة، عندنا عراك سياسي، معقولة هتطلع المرأة تقول أنا عايزة حقوقي؟ وأنا شايفة والله إن المرأة دي هي الأساس في كل الثورات، هي الأساس، يعني هي الأم اللي، ويمكن شفنا في 30/6 قد إيه كانت السيدات والأمهات بتاخد ابنائها في الشوارع وواقفه وبيطالبوا مش بحقوقهم بس، بحقوق كل المصريين. فانا شايفه ان المشهد ده كان دور من كبير. 1919 مين فينا ينسى صوره المراه المصريه بالزي المصري اللي كانت منتشر في الحقبه دي، وهي رافعه العلم وبتساند سعد زغلول وبتقول الاستقلال التام او الموت الزئام. بعد مشاركتها دي ووقع منهم شهداء من النساء المصريين في هذه الثوره، بعد المشاركه دي لجنة الثلاثين التأسيسية لدستور 1923 لم تشمل أي امرأة. المرأة المصرية سكتت؟ لا ما سكتتش. عام 1924 وراها بسنة على طول تم تأسيس الاتحاد النسائي بمشاركة هدى شعراوي وزميلاتها عشان ينادوا بحقوق المرأة. 1951 درية شفيق مشيت في مظاهرة كبيرة 1500 امرأة لمدة 4 ساعات لحد مجلس النواب عشان تقول عايزين المرأة تشارك عشان بأبسط. بس ما يقولوش بس الستات ما بتعرفش تعمل حاجة، لا احنا بنعرف نعمل كل حاجة على فكرة. المرأة المصرية الست مكانها البيت، مناضلة طبعا. مناضلة وقوية جدا وما بتتنزلش عن حقوقها ولا مكتسباتها اللي خدتها بالنضال. طيب على بقى ذكر المكتسبات برضو، بما ان حضرتك يعني دكتورة في مجال الإعلام، خليني أعرف المكتسبات بقى في الصحافة، في جزء الخاص بالصحافة، مكتسبات المرأة كانت إيه؟ مكتسبات المرأة في الصحافة ما فيش مثال أجمل من الكاتبة أمينة السعيد. تمام، هي أول امرأة رأست مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، أول امرأة رأست تحرير مجلة حواء في بداية تأسيسها، كانت عضوة في نقابة الصحفيين بالانتخاب، وصلت لمنصب وكيل نقيب الصحفيين سنة 1955. الحقيقة أن الحركة النسائية اللي احنا قلناها بدأت من القرن الـ18 وكان على رأسها نبوية موسى، مع حفظ الألقاب، هدى شعراوي، ملك حفن نواصف، سيزا نبراوي، كل الأسماء دي بدأت من خلال الصحافة وكتاباتهم، مجلة الفتاة، مجلة أنيس الجليس، مجلة العائلة، كلها كانت كتابات واعية مستنيرة بتنادي بحقوق المرأة. طب وده اللي خلى درية شفيق تكمل مسيرتها لما جه ثورة 1952 واللجنة التأسيسية للدستور، برضو ما كانش فيها أي مرأة، ما سكتتش وأضربوا عن الطعام هي لمدة 10 أيام هي وزميلتها، لحد ما جه وعد رئاسي أن دستور 1956 هيشمل المرأة. وفعلا نص الدستور وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 3 مارس أن كل المصريين من حقهم مباشرة حقوقهم السياسية سواء ذكر أو أنثى متى بلغوا 18 عام. طيب خليني أتكلم مع حضرتك برضو وخلينا ننزل على أرض الواقع، أنه كان زمان ما كانتش كل السيدات متعلمات، يعني كان عندهم نسبة التعليم برضو ضعيفة جدا. هل المكتسبات دي كانت للمرأة المتعلمة بس ولا كانت للمرأة البسيطة اللي على قد حالها اللي هي ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب؟ يعني الحقيقة المرأة الريفية أو في الصعيد والريف هي كان ليها النصيب الأكبر من مكتسبات 23 يوليو. والجميل يعني كلنا عارفين قانون إصلاح الزراعة والقضاء على الإقطاع بهدف تقليل الفجوة، فجوة الفقر ما بين الأغنياء والفقراء. لكن الجميل والشاهد في قصة المرأة الريفية والمرأة في الصعيد إن اللي وقف جنبها كانت مرأة زيها، كانت الدكتورة حكمة أبو زيد وزيرة الشؤون الاجتماعية. عملت إيه في وزارتها؟ كانت الوزارة وقتها كانت وزارة للأسرة والمجتمع. فعلا افتتحت فروع للمحافظة في أماكن مختلفة، نشاطها امتد للقرى والنجوع. دي هي كانت معارض الأسر المنتجة والحاجات دي بالظبط، كان في مشروعات كتيرة زي مشروع النهوض بالمرأة الريفية، مشروع الأسرة المنتجة، مشاريع على فكرة الأسرة المنتجة دي قعد فترة طويلة، استمر يعني فترة طويلة وساند كتير من السيدات. كمان هي حصرت الجامعات الأهلية وبدأت توسع أنشطتها وخدماتها التنموية، وكمان كانت بتساند أسر الجنود على الجبهة المصرية. طيب انا زي ما قلت لحضرتك ان يعني من ضمن المكتسبات اللي المراه المصريه اكتسبتها ان هي في الشغل بقت تاخد اجازات زيها زي الراجل، بتتقلد المناصب زيها زي الراجل، ما بقاش في راجل وفي ست. قولي لي كمان اكتر في قوانين العمل، ايه المكتسبات او الامتيازات اللي حصلت عليها المراه المصريه بعد الثوره؟ قوانين العمل يعني تمكين اقتصادي اهم محور من محاور تمكين المراه المصريه، وعشان هو يمكنها اقتصاديا بدا بقوانين التعليم الاول، لازم اعلمها وادربها على متطلبات السوق. والمرحله التاليه ان انا اديها قوانين ليها علاقه بالاجازه والوضع والرعايه الطبيه. بالنسبه لقوانين التعليم في الاول، طبعا ما فيش اجمل من مقوله عميد الادب العربي الدكتور طه حسين، التعليم حق للجميع كالماء والهواء، عبارة شديدة التركيز بتلخص قيمة ومعنى التعليم وأهميته.
تمام. مجانية التعليم الحقيقة إن هي كانت إحقاقا للأمانة التاريخية، كان لها مراحل من قبل ثورة 23 يوليو بداية من عصر محمد علي، لأن كان دستور 1923 بينص على مجانية التعليم الإلزامي. أوكي. وبيحسب لحكومة نجيب الهلالي سنة 1944 إنها جعلت التعليم الابتدائي مجانا. وفي 1951 أصدر الوزير الدكتور طه حسين قرار بجعل التعليم الثانوي كمان مجانا. جت ثورة 1952 وفي دستور 1956 نص على إن التعليم حق لجميع المصريين بجميع مراحله، وأكد على ده في التعديلات الدستورية سنة 1956، وقال إن الدولة بتشرف على مدارسها وجامعاتها، بالتالي التعليم الجامعي دخل ضمن مرحلة المجانية إشراف بالمجان. بعدها تم سن قوانين العمل. قبل من قوانين العمل كان في نص دستور بيقول، أول نص في الدستور سنة 1956 يقول إن الدولة مسؤولة عن إنها توفق ما بين أوضاع المرأة ومسؤولياتها اتجاه الأسرة والتزاماتها اتجاه العمل. وسنت عشان كده قوانين الأجازات الخاصة برعاية الطفل وأجازة الوطن وما إلى ذلك من أجازات. يعني والله المرأة المصرية يعني هي زمان ما كانتش واخدة حقها كامل، لكن أنا شايفة مع تطور الأزمنة ومع الثورات اللي بتحصل، لا المرأة المصرية بقت في وضع بجد يعني وضع جميل، وضع محترم، وضع تستحق جدا جدا تستحق. جدا يعني انا شايفه يعني حتى دايما لما حد اقعد مع حد يقول لي ما انت، انا فعلا انا ما بقاش عارفه اقول ايه، لان فعلا احنا خدنا كل حاجه يعني. وتحديدا بجد يعني انا بشكر شكر خاص لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا في عهد سياده الرئيس الحقيقه لا شفنا في كل حاجه، بقت المراه المصريه واخده وضعها اكتر بكتير من زمان، بقت بتتقلد المناصب باعداد كبيره جدا الحقيقه، زي ما بقول لحضرتك في عام كامل اطلق عليه اسمه عام المراه. فالحقيقه يعني انا سعيده جدا بالتطور اللي المراه الحقيقه وصلت له. طيب لو هاجي اتكلم عن المكاسب بقى الاقتصاديه، يعني احنا اتكلمنا عن الحاجات السياسية، قوانين العمل، خليني اتكلم عن المكاسب الاقتصادية اللي اكتسبتها المرأة بعد ثورة 23 يوليو. المشاريع الكتير اللي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزيرة دكتور حكمة أبو زيد كانت كل همها هي المرأة البسيطة والتمكين الاقتصادي للمرأة. يعني زمان زي ما احنا قلنا كانش فيه تعليم، ما كانش فيه تعليم، على قد حالهم خالص، يعني كان الراجل هو اللي بيبقى متعلم والست هي اللي قاعده في البيت. كان التعليم للذكور اكتر ما هو للاناث، لانه كان في لحد مرحله معينه مجاني وبعدين بيبقى بمصروفات وباعداد محدوده والابناء طبقه معينه. لكن ثوره 23 يوليو غيرت هذا المفهوم تماما. احب اشير برضو ان لما المراه تولت مناصب ما كانتش بتتولى مناصب ونقطه، لا كان هدفها انها تطرح قضايا جديده على سلم الاولويات، كان هدفها تقدم رؤى وحلول جديده للمشكلات، زي ما قلنا دكتورة حكمة ابو زيد زي اول عضو مجلس شعب منتخبه اللي هي السيده روي عطيه، قدمت مساءله لوزيره الشؤون الاجتماعيه بتطلب فيها احنا عايزين مكتب للاستشارات الزوجيه والتوجيه الاسري في دوره مجلس الامه سنه 1954. فالحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مطلع على تاريخ الامه المصريه طبعا بجداره، قدر يقرا المراه المصريه ان مش همها فقط هو تقلد المناصب القياديه وبس، انا ابقى وزيره ابقى عضو مجلس نواب كذا، لا هي هدفها الرئيسي خدمه مجتمع. ده حقيقي. ويعني كمان من ضمن الحاجات ان هي كان من ضمن المساواه مع الرجل ان هو سمح ليها ان هي بدخول الازهر الشريف. أصرت فعلا ثورة 23 يوليو من ضمن أهم مكتسباتها أنه يسمح لي دخول المرأة بالتعليم، التحقها بالتعليم الأزهري وصولا للجامعة. وكان الهدف جميل جدا من وراء أنه تخرج سيدات مسلمات مصريات قادرين على مراعاة شؤون أسرتهم بالإضافة إلى مساهمتهم في المجتمع. هي الست ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك وأقوله للناس، هي الست هي أم، هي الزوجة، هي الأخت، هي اللي بتربي، حتى لو هي لسه بنت صغيرة هي عندها إخوات، هي اللي قاعدة بتتكلم وبتربي بتربيهم. يعني أنا كنت سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا، وسعيدة كمان بالمكتسبات اللي حصلت من زمان، والحقيقة المكتسبات اللي إحنا لغاية دلوقتي لسه بناخدها. وكل سنة وحضرتك طيبة، نورتينا وشرفتينا دكتور أسماء أبو زيد أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نورتينا. شكرا جزيلا. طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا، لكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
مكملين معاكم فقراتنا، وصلنا لفقره المطبخ. النهارده مطبخنا المحب الاكل الايطالي، هنعمل باستو باستا على ايد الفود بلوجر باسنت المولا. ازيك يا باسنت؟ ازيك انت؟ ميرسي، شكرا. قولي لي بقى الانجريدينتس عشان ننزلها على الشاشه. بصي، الاول احنا عشان هنعمل الباستو هنحتاج ريحان، لازم يكون ريحان فريش، وهنحتاج عين جمل، جبنه بارميزان، وزيت زيتون، وشويه ثوم مفروم، ورشه ملح. ده كده للبارميزان. ده كده صوص الباستو. ده كده الصوص الباستو. بالنسبه بقى للتشيكن هنحط عليها التتبيله دي كلها، ملح، فلفل، بابريكا، ماسترد، وزبادي. وهنعمل بقى الصوص بتاع الباستا، هنحتاج كريمه، وهنحتاج سان دراي توميتوز، طماطم مجففه، نشا، ولبن. حلو قوي. بس يلا نبدا. يلا بينا. هنعمل بقى الباستو. اول حاجه الباستو لازم فريش، صح؟ بصي، لازم ما ينفعش يبقى درايت خالص. لا خالص او باودر او كده. لا. أوكي. بصي، وبصراحه لما بيتعمل في البيت بتحسي اللي هو يعني بجد بيبقى احلى طفل. من انا باكله كده على فكره، انا بحبه جدا بره. بالظبط، بحبه جدا الريحانه عامه. يعني بصي جداً. بيبقى خطير. يعني هنحط دلوقتي الريحان الفريش، وهنا هناخد بقى العين الجمل والجبنه. ممكن استبدل عين الجمل بايه؟ بصي، هو اصلا الوصفه الاصليه بتحتاج صنوبر. بالظبط، صنوبر كنت هقول لك، بس الصنوبر غالي شويه جدا يا جماعه. فعين جمل، فستق، برضو بيمشي حلو قوي. ما ينفعش بندق مثلا؟ يعني بنحاول. بصي، ما جربتش بندق سوداني، عارفه، بس قلل الكاتيجوري شويه. يعني بصي، عين جمل يعني دي عين جمل يعني قريب قوي من الصنوبر كطعم. كمان بيدي على فكره نفس يعني هيدي نفس الطعم، نفس التكستشر كمان. فمش بنحتاج خالص ان احنا وتوم قد ايه بقى؟ فصين توم ولا حسب يعني الرغبه؟ يعني فصين توم. على فكره، في من الوصفات الاصليه ما بيحطوش توم اصلا، بس بصراحه التوم بيدي فليفر. بالظبط، وزيت زيتون. يس. اوكي، هنحط كمان. طب لو عايزه استبدل زيت الزيتون احط ايه؟ ينفع احط زبده ولا هيكلكع معايا؟ لا، هيكلكع. يعني ممكن زيت عادي، بس بجد الوصفه دي زيت الزيتون طعمه فيها طبعًا. بيبقى يعني مهم قوي. بصي، انا كده حطيت ال هم اصلا ايطاليانز اهم حاجه بالنسبه لهم زيت الزيتون، الريحان، الثوم. يعني هم اصلا ده اصل مطبخهم، صح؟ حقيقي. بصي القوام بقى يبقى عامل ازاي؟ بصي، انا الاول بحب ان انا ازود كل شويه زيت زيتون على قد ما اقدر، يعني واحده واحده، شويه بشويه. بالظبط، لحد ما القوام يبقى متماسك شويه. بيبقى متماسك، بس برضو بيقلم معايا شويه زي الصوص. في ناس بتحب تحط زيت زيتون كتير قوي وتقلبه كانه باستو اويل شويه. يعني ده برضو بيبقى حلو للناس اللي ما بتحبش طعم الباستو ان هو يكون صريح قوي في الاكل. بس بصراحه يعني انا بحب الباستو، انا بحبه جدا، انا بحبه في كل حاجه. بصي، كل شويه هتلاقي القوام بتاعها بيبقى متماسك اكتر. يس، او بيدخل في بعض. اوكي، هنشيل بس اي حاجه زياده عشان نتاكد ان كله بقى متماسك مع بعضه، و نزود زيت زيتون تاني. طب قولي بقى، بس انت بداتي بلوجينج من امتى؟ فود بلوجينج من امتى؟ تقريبا كان يعني من 10 سنين مثلا. يس. يعني انت بتحبي المطبخ قوي؟ بصي، يعني انا بصي بحب المطبخ، بحب الاكسبيرينس نفسها بتاعت الاكل. أيوه. بره. أيوه. دي يعني دي بحبها قوي. ده اللي بدات بيه. بصي، احنا كده اولموست وصلنا للقوام المطلوب. هو المفروض يبقى يعني متماسك اكتر ولا يبقى ليكويد شويه؟ بصي، أو هي يعني هو ده كده القوام بتاعه. تمام. في ناس بتحب ان هو يبقى سايح شويه، بس كده كده احنا اوريدي هنحطه على كريم فهيبقى داخل. بالظبط. فده كده الباستو. هنتبل بقى الفراخ. اوكي، هنعمل ايه بقى؟ بصي، هناخد الفراخ عندنا، وهنحط بقى عليها شويه من الملح. ثانيه، نجيب معلقه. التوابل العاديه، ملح وفلفل وقلت لي بابريكا.
ملح، فلفل، بابريكا شويه. ممكن استبدل مثلا الزبادي بالساور كريم يبقى حلو قوي. أوكي. بس بحس ان الزبادي بيبقى افيلبل اكتر، صح، فعشان كده بحب ان انا استخدمه، بيدي طراوه حلوه قوي للفراخ. انت عارفه اصلا بيحطوه كمان مع اللحمه عشان لو اللحمه ناشفه شويه يبيتوه في الزبادي عشان يسرى. بالزبط. مش اي حد يعرف اي حاجه فيها. برافو عليك. شويه ليمون، مثلا بيكنج باودر، بس البيكنج باودر بيعمل، او بيكنج سودا بيعمل بتدي طعم، بتدي شويه طعم. طعم. بالظبط. لا ممكن كمان اللي بيبقى حلو حط كمان ماسترد، بتدي طعم تحفه مع الفراخ، رائعه خطيره. وهناخد شويه بس بسيطه من الزبادي، معلقتين زبادي مثلا، يعني على حسب كميه الفراخ. لو احنا بنتكلم ان ده كيلو من كيلو من صدور الفراخ، لا ممكن ناخد يعني كوبايه زبادي. دلوقتي بقى هنحط الفراخ. اوكي. الطاسه سخنت وشويه عادي خالص. تمام. بالتتبيله اللي احنا عملناها، احنا ممكن جنبها نشوح شويه بقى من ساندراي توميتوز. يس. طب انا لو ما عنديش الاوبشن بتاع ساندراي توميتوز ممكن اعمله في البيت؟ يس ممكن. ازاي بقى؟ عادي. الطماطم هنرش عليها بس شويه من الزيت والزعتر وندخلها الفرن على اقل درجه حراره موجوده. تمام. هتقعد مثلا اراوند ساعه ساعتين وهتطلع لي هي ساندراي توميتوز. حلو. يس. يعني اوبشن خطير، بس لو انت عندك حد يقعد فعلا هيراقبها يعني، لان برضو اعتقد صعب قوي تلاقي الاوبشن ده، ولو لقيتيه بيبقى غالي. منها طماطم عاديه يا جماعه، طماطم عاديه جدا، بقت غاليه جدا. يعني يعني بقت غاليه جدا ومستورده، ف يعني لا اوبشن مش حلو. ممكن بقى تستخدمي بدلها برضو، بتدي طعم حلو، تشيري توميتوز. تشيري توميتوز بتبقى طعمها حلو يعني. يعني هنحاول. بس الاوبشن انت قلتيه ان انا عملته في البيت، ده لطيف جدا، ده حلو قوي. بالزبط. يعني بتدخل الفرن وبيبقى طعمها تحفه، وانت بقى اللي بتتحكمي. انا عايزه زعتر، عايزه احط عليها ريحان، عايزه اخزنها بقى في زيت زيتون. ايوه انا فهمت عليك. اوكي. انا بشوح كده الساندراي توميتوز. طيب بس انت فاكره اول اكله عملتيها خالص؟ اول اكله عملتها خالص اعتقد كانت بان كيكس. بصي كلنا عملنا يعني، انا بحس بان كلنا بدانا البدايه دي بان كيكس والوافلز والكريب والدونتس. هي يعني بصي، عارفه يوم ما كنت لو وصلت الليفل الوحش دونتس. احنا كده. لا وعايزه اقول لك على حاجه، يعني انا ده اللي بدات بيه، بس انا ماليش في الحلويات خالص. خالص يعني، بس البدايه بتبقى كده دايما. لازم. بداتها انا كده برضو. بجد انت بتحبي تطبخي؟ بحب بس الحاجات الهيلثي اكتر. اوكي. طب يعني انا مش بعرف اطبخ الحاجات اللي هو المحشي، يعني بعمل ملوخيه، لكن الحاجات الثقيله قوي ما جربتش فيها بصراحه. اوكي. لكن الاكل السهل السريع الصحي بحبه اكتر، بفضله اكتر يعني. بصراحه انا كمان. انت عارفه دي ممكن تبقى اصلا ريسيبي صحيه جدا يعني. طبعاً. احنا ممكن نستخدم بدل المكرونه العاديه، ممكن نستخدم مكرونه شوفان، تبقى حلوه قوي. ممكن نستخدم دلوقتي عليه جدل يا فندم، في ناس تقول لك حلو الشوفان، بس ده مضر جدا، مضر للقولون. هي على حسب انت هتاكلي كميه قد ايه اصلا. يعني انا بحس ان كله اتس اول اباوت كوانتيتي. يعني انت هتستهلكي من الحاجه دي قد ايه، عشان اصل فجاه يقولوا حاجه مفيده جدا وحلوه جدا، بعد كده بقى ستاديز بعديها بسنتين. ما في هتلاقي كاونتر ستاديز مع بعض في نفس السنه والله، وبيقولوا عكس بعض. بس يعني كده بصي بقى، بس اعتقد في مكرونه حبه كامله او هول، صح؟ بس قليله برضو. يعني لسه دي الحاجه الوحيده اللي مفيده بجد. عشان كوتش بروسيس. يس. بس على فكره هو يعني انلايك اللي الناس مصدقاه فكره ان الكاربس حاجه مضره. لا طبعا. على فكره حاجه مفيده جدا يعني، ما ده اللي بيديك الطاقه. يس. يعني مثلا يس لازم تاكل كارب. يس ده حقيقي. بصي احنا هنا هنعمل بقى الحاجه اللي بتتقل الصوص، هناخد شويه من النشا. اوكي. وعليهم شويه من اللبن. تمام. ده بقى نشا او دقيق اللي موجود. النشا او دقيق طبعا اللي موجود. بصي هنقلبهم بقى كده مع بعض. ده عموما في اي صوص ابيض، سواء بقى مكرونه بشاميل، هو نفس فكره البشاميل برضو، ان احنا بنستخدم دقيق او كده عشان يتقل الصوص. يس. يتقل القوام بتاعه. ده بيبقى خطير. لو احنا عايزينها هيلثي على فكره، ممكن ما نستخدمش النشا،
ونستخدم لبن يبقى خالي يبقى خالي الدسم. ده بيبقى بيعوض وبتعوضيه بالنشا اللي اوريدي بيبقى موجود في الباستا نفسها. ايوه انت تحبي تشطفي المكرونه ولا لا؟ مع ولا ضد؟ اشطف المكرونه لا. ايوه كده لا. ايوه كده يا فندم. لا انت بتشطف المكرونه ايه يا جماعه؟ ما بحبش ومش فاهمه يعني ايه حد يحط زيت على المكرونه وهي بتتعمل. برافو يعني برافو يا فندم. يعني برافو. لا عارفه ايه اللي بيعصبني اكتر؟ الناس اللي بتكسر السباجيتي. كارثه يعني. بصي انا بحس فاهمه اللي هو ايه يعني عامله شويه زي الايطاليين في الحته دي بس يعني بجد يا جماعه لا محدش يعمل كده. بصي احسن احنا قدامنا 3 دقايق هنعرف ننجز سريعا. طب يلا يلا. بصي انا اهو. لا معاكي حق يعني اعتقد لو حد ايطالي شافنا حد بيشطف المكرونه وبيكسر الاسباجيتي هتبقى كارثه 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 يعني. هو بيحترموا الاكل قوي عندهم الثقافه دي عندهم. ده حقيقي ده حقيقي. طيب لما وصلتي بقى الليفل 2 بعد البانكيكس عملتي ايه؟ بصي بقيت بقى عادي بقى بعمل الاكل كله يعني ممكن اعمل بيتزا ممكن اعمل سينابون ممكن يعني الكلام ده بقى عادي. بحب اعمل نودلز تشيكن سويت اند ساور. دي برضو من الريسيبيز اللي انا بحب الجابانيز كيزين جدا بجد جدا يعني مفضل بالنسبه لي. انا 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 بحبه قوي قوي قوي. احنا كده هنشيل الفراخ تمام وهنعمل بقى الصوص نفسه حط شوية من الثوم. حاجة بس بسيطة واحط شوية زيت عشان بس ايه ناخد كل ناخد كل كومبو. ناخد كمان كل الفليفر اللي موجود دلوقتي في الطاسة مكان الفراخ والسان دراي توميتوز. هنقلب ده كده كله كويس قوي. ننزل بقى بالصوص. يس. هنحط كريمة كريمة. انا برضو بحب الكريمه قوي. بصي يعني للاسف للاسف بصي بقى دايت بقى مش دايت انا مفيش لا مفيش حاجه بتعوض الكريمه على فكره. الكريمه ممكن تقللي كميات الكريمه ومثلا تزودي شويه لبن يعني ده اللي ممكن تلعبي بيه يعني. لكن الكريمه لا طبعا يعني. سيبك بقى من الكلام اللي كنت بقوله. حتى لو هتعملي بينك صوص ما هتعمليه بكريمه. بالظبط بالظبط. ايوه بصي بقى بحط دلوقتي النشا مع اللبن عشان يتقل الكريمة. يس. وطبعا بقى هناخد الستار بتاع الشو صوص الباستو. يعني احطه قبل ما كمان الصوص يغلي. يس. انا بحب عشان كل الفليفر يدخل مع بعضه. تمام. بصي بقى الباستو على حسب الكمية اللي انتي اوريدي مستخدماها للصوص نفسه. وحسب انت بتحب ايه. في ناس بتحب الباستو خفيف في ناس بتحب الباستو تقيل جدا. انا من الناس اللي بغرق الباستا فاست. انا كمان يعني اي حاجه ساندوتش باستا انا ممكن تبقى لونها كلها اخضر. انا يعني انا باكل على فكره الريحان فريش كده بجد والله يعني انا بشرب زيت زيتون. احنا هنبقى اصحاب وهنروح مع بعض بشرب زيت زيتون. الناس بتستغربني بشربه. اوكي. طب ده جداً. اكيد حلو للبشره والمعده والمعده وكله. اول حاجه بحطها في معدتي معلقه زيت زيتون. بجد تحفه. هحط كمان شويه من الجبنه البارميزان. لو ما عنديش بارميزان هبدلها بايه؟ بصي روم. هو روم روم انا اللي بيستخدم. بس هقول لك على حاجه احنا ممكن نجيب كميه قليله قوي 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 من البارميزان عشان بجد بتبقى ليها افكت تحفه. طبعا طبعا ليها افكت مختلف تحفه. الصوص بتاع الباستو حقيقي حقيقي. هننزل بقى الفراخ تاخد شويه من الصوص. يس. ادي الفراخ اهي وهننزل كمان سان دراي توميتوز بقى. طعمها مش قادره اقول لك الكومبينيشن. انا اصلا بحب السان دراي توميتوز جدا. الباستو مع السان دراي توميتوز بيبقى تحفه. طب قولي بس انت اكتر اكله يعني بتظبطيها قوي. على فكره دي يعني انا لما يعني انا لما سالت صحابي قلت لهم انا هطبخ حاجه فتريكومند ايه فقالوا لي دي انت بتحبيها قوي. يس. فبتظبطيها جدا. هننزل بقى المكرونه الباستا عشان خلاص للاسف الوقت خلص. اهو سريعا ثانيه ونقدم البيت على طول. ايوه هقلب حاجه بسيطه. طيب بس انت بشكرك انت نورتيني ودي هتجنن بجد. انا هسلكك بيها دلوقتي اول ما ننهي الحلقه. ثانك يو باستا. ثانك يو نورتيني يا فسنت. ميرسي. شكرا.
وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا في حلقات تانية كتير من هو وهنا.